المذاهب لا ما سبب نشوء يعني مذاهب العقدية كالتشيع والخوارج إلى آخره؟ طبعا المذاهب في هناك مذاهب فقهية ومذاهب عقدية. فعلا المذاهب العقدية سبقت المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية أولها الحنفية، يعني الأحناف توفي عام 150 أبو حنيفة، الشافعي 204، مالك 179، أحمد 241. أما المذاهب العقدية أصلها تيارات سياسية، النواصب والشيعة والخوارج. طبعا الغريب أن كتب العقائد ما تتحدث عن النواصب أبدا، مع أنهم هم الذين حكموا، يعني هم الذين كان الدولة الأموية كلها ناصبية وتلعن عليها المنابر، وهو أكبر مذهب ظاهر، يعني كأنك داخل الشمس وما تراها. طيب ما السبب في عدم الخوف فيه؟ لأن العدم ذكر النواصب ظني سيطرتهم على الإنتاج السني للأسف في النظرة إلى الآخرين، ركز على أعداء الدولة الأموية، على الشيعة والخوارج، ثم القدرية، ثم كذا ثم كذا، ها، وترك المذهب الرسمي. المذهب الرسمي كان النصب من عهد معاوية فما بعد. هذه النشأة طبعا هذه مثبتة بأن كل بني أمية كانوا يلعنون على البيت، باستثناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويزيد الناقص. يزيد الناقص طبعا لم يستمر لستة أشهر، يزيد بن الوليد بن عبد الملك. طيب يعني نقدر نفهم أن الخلاف سياسي في الأصل ثم تحول بعد ذلك إلى خلاف عقدي. صحيح، لكن الخلاف السياسي هذا كان يصاحبه بعض الدعاوى العقدية، بمعنى كان يصاحب مذهب الخوارج التكفير، ويصاحب مذهب بني أمية أيضا سب الإمام علي وكراهية أهل البيت. المذهب الشيعي قد يصاحبه أيضا بعض الناس الذي كان الإمام علي ينهاهم عن سب أهل الشام جما غفيرا، ولكن عليكم بظلامتهم أو كذا، يعني التعميم